ليهمنا الآن ما هي التبعات المباشرة لهذا البيان المفوضية الثانية على مستوى الدولي الآن؟ الآن أنا لابد أن أضع المسألة في إطارها العام. نحن نتحدث الآن عن تقرير صادر من المفوضية، من نائبة الرئيسة المفوضية الثانية لحقوق الإنسان، وهو مراجعة لعدد من البلدان. أن تونس يتم تقريبا سنتين عامين متتاليتين يتم التعرض لملف حقوق الإنسان في تونس، فهذه تعتبر مسألة لم نراها منذ الثورة. يعني أنه تطور خطر وخطير، نعم، يتعرض الملف التونسي في هذا المجال ما صارتش. يعني صارت في وقت الديكتاتورية 2008 و2009 وكذا، في الفترة هذيك، وكان سفير يعني بن علي حينها يردد تقريبا نفس العبارات، وبالمناسبة السفراء الحاليين والسفير الحالي هو من نفس تلك المنظومة، وحتى الوزير نفسه وزير الخارجية، وبالتالي تعودوا. وإن كان وزير خارجية أتيتم به أنتم سيد أنور؟ نعم. وإن كان وزير خارجية جئتم به حكومة الترويكا؟ صحيح صحيح، نعم صحيح. الآن أنا لابد من أضع حتى المشاهدين يفهموا. اليوم نحن نتحدث عن جناز، برلمان جناز صوت منذ 3 أشهر على اعتبار أنه ما حصل في تونس انقلاب، وبعبارات قاسية جدا، والبيان منشور والقرار منشور على المجلس الغرون كونسي جنوفوا، يعني البرلمان جنيف منشور موجود، يعني تقريبا كل الدول اطلعت عليه. يأتي هدايا بعد أنه العديد من التقارير في الصحف السويسرية المرموقة حول حالة حقوق الإنسان، حول وضعية القضاء، نعم، في تونس، خاصة وضعية القضاء في تونس والاختطافات التي طالت عدد من الأشخاص السياسيين. تمشي الحكومة الفيدرالية السويسرية باعتماد يعني تمشي جديد في علاقة بإنجاز مشاريعها في تونس، وهي عبر المرور بالمجتمع المدني وعبر إيجاد آليات حتى تفادي الإشكاليات الموجودة داخل الحكومة الحالية. مسألة السكوت بالكامل على ملف الأموال المنهوبة بعد 3 سنوات وتجاهل كلي للموقف التونسي، هذا كذلك غريب. حتى مجرد الرد، حتى مجرد يعني أنه والله، نعم، أيضا التصنيفات الدولية اللي تصدر من جنيف نفسها، يعني العديد من المنظمات وعنده من اسمح لي، نعم، سي أنور، عنده تبعات اقتصادية يعني هذا المجال أم مجاله فقط مجال حقوقي بحت؟ طبعا لدي تبعات اقتصادية مباشرة. نحن نتحدث الآن عندما يتم الحديث عن تدخل في القضاء، عندما يتم الحديث عن نقص في الشفافية وفي النزاهة، أو مسألة الديمقراطية، نعم، في ظل غياب برلمان يراقب، تحدث عن انتخابات ذات مصداقية شاملة، يعني تأثير مباشر ربما على الاستثمار هنا على القضاء في المتخلق بلا أدنى شك. بلا أدنى شك، يعني أي جهة اليوم تستثمر عنده تأثير على التصنيفات المختلفة، نعم، عنده تقرير الشفافية الدولية المنتظر يعني في شهر مارس أو فبراير المقبل بالتأكيد سيصنف، يعني سنخسر نقاط أخرى، تقرير مسألة الحريات، مسألة الأعلام سيتقرأ أكثر، العديد من التقارير ستصدر هذه السنة وستكون يعني أكثر قساوة من السنة الماضية للأسف الشديد، وتذهب تبعاتها للأسف الشديد، ريعها السلبي ينعكس سلبا على الاستثمار وعلى المواطن.